بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو آخر أقدم لكم من خلاله برنامج غني عن التعريف. هو برنامج سويت هوم 3D. هذا برنامج صالح لتصميم المنازل ثنائية الأبعاد ومن بعد العرض ديالها من خلال رؤية ثلاثية الأبعاد. يعني مثلا كندير التصميم ديال المنزل على ورقة كتسمى ثنائية الأبعاد، ومن بعد تنشوفها، يعني بإمكان ديال المعاينة ديال هذا المنزل هذا عبر رؤية أو من خلال رؤية ثلاثية الأبعاد، يعني بإمكاني نشوفها على شكل منزل زعما واقف بالابعاد ديالو كلها عبر لقطات الفيديو، يعني بامكاني نشوفو عبر لقطات الفيديو او ثابته، يعني كصور ثابته. وهذا البرنامج هذا مجاني، يعني فابور غراتوي بس كيحتاجوه مثلا الشركات والمكاتب ديال العقارات والديكور الى اخره. وهو بامكاننا نعتبره برنامج تربوي، يعني يمكن للتلاميذ والطلبه ان من خلاله يطوروا المهارات ديالهم في مجال الهندسه والابتكار، وبامكانهم يديروا ابداعات خاصه بهم. اذا كيف كتشوفوا هذه الصفحه الرسميه ديال موقع سويت هوم 3D. بالنسبه للرابط غادي نخليه لكم في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. بالنسبه لاستعمال ديال هذا البرنامج كاينين جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى هي تحميل البرنامج الى الحاسوب، او الطريقه الثانيه هي يعني العمل عبر الانترنت، يعني على الموقع مباشره. اذا نبداو بطريقه العمل على الموقع مباشره. تنضغطوا على هذا الرابط اللي كيظهر بالازرق او بالاصفر ايديتور اونلاين. هذا البرنامج هذا او هذا الموقع هذا كيدعم 27 لغه. اذا هنايا كنخدموا باللغه الفرنسيه، بامكانكم تغيروا اللغه الى لغات اخرى كالانجليزيه الى اخره. اذا من بعد تنضغطوا على هذا الرابط هذا اللي بالازرق تيستي سويت هوم 3D اونلاين، وكنحصلوا على هذه النافذه اللي كتظهر امامكم. كنختاروا ميزون فيد، ومن بعد كتظهر لنا الواجهه ديال البرنامج اللي مقسمه ثلاثه ديال الاجزاء. الجزء اللي في اليسار يعني كيعطيني الاشياء اللي غادي نحتاجها في تصميم المنزل ديالي، والجزء اللي في اليمين مقسم جوج الاجزاء، الجزء العلوي هذاك ثنائي الابعاد، والجزء السفلي كتلاحظوا انه كيعطيني يعني رؤيه ثلاثيه الابعاد للشيء اللي اختاريته. ومن بعد مثلا هنا اختاريت طاوله، غادي نختار مثلا كرسي، غادي ندير له ازاحه، ومن بعد نشوفه في الرؤيه ثلاثيه الابعاد نشوف واش الكرسي جا في المكان ديالو. اذا ما جاش في المكان ديالو غادي نغير يعني في الجزء العلوي واحد شويه، يعني غادي ندير ازاحه شويه للكرسي، عاوتاني نرجع الجزء ديال ثلاثيه الابعاد او رؤيه ثلاثيه الابعاد. لاحظتوا ان الكرسي مازال داخل الطبله، نرجع تخرجت واحد شويه في الجزء الافقي. اذا الجزء الافقي صالح يعني للتغييرات وتغيير الاماكن الاشياء الى اخره، الجزء السفلي لمعاينه هذه الخدمه اللي انا خدمتها. اذا هذا البرنامج هذا يعني برنامج جيد ممتاز بالنسبه يعني الاشخاص اللي بغاو يديروا التصاميم ديال المنازل او المكاتب الى اخره. اذا مثلا زدت هنايا واحد الهاتف، هذا الهاتف جاء لتحت. اذا غادي نرجع الجزء العلوي وغادي نحاول نغير المكان ديال الهاتف باش نحطو او نزلو فوق الطاوله. لاحظتوا الان نزلته فوق الطاوله، من بعد غادي نغير المكان ديالو، رجعته في جنب في الجانب الايسر للطاوله. اذا هذه كانت طريقة العمل على الموقع. الآن مروا الطريقة الثانية، يعني لتحميل البرنامج ثم التثبيت نتاعو. إذا كنديرو رجوع، من بعد هنا شوفوا معايا الرابط بالأزرق تيليشارجي سويت هوم 3D. إذا تنتبعو المراحل، نضغط على داونلود، من بعد هنا كنتظرو واحد شوية. هنا لاحظتو أن البرنامج ديالي بدا في التحميل ديالو، انتظرو واحد شوية. إذا يعني تم التحميل، ولكن قبل ما ندير التثبيت ديال هذا البرنامج على الحاسوب، اذا اول حاجه خصني ندير هي تحميل الجافا. اذا طريقه تحميل الجافا هي هذه، كنضغط على تيليشارجمون جافا. بالنسبه للرابط غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. من بعد تنضغط على اكسبتي اي كومونسي لو تيليشارجمون غراتوي. اذا البرنامج هو هذا اللي كتشوفوه امامكم. الان غادي نضغط عليه باش نبدا في تثبيت البرنامج جافا على الحاسوب. من بعد كنكمل الطريقه ديال التثبيت عادي. اذا اللي عنده ديجا يعني في الحاسوب ديالو ما يحتاجش يدير له التثبيت ديالو، اللي ما عندوش غادي يدير له التثبيت. الان غادي نمروا لسويت هوم 3D. اذا غادي نضغط على هذه الايقونه اللي كتشوفوها امامكم هنا بالضبط. من بعد كتظهر لنا هذه النافذه، كنضغطوا على سويفو، من بعد كنختاروا اللغه فرنسي مثلا اوكي، ومن بعد تبداو التثبيت ديال البرنامج بشكل عادي. سويفو سويفو جاكسبت سويفو سويفو الى اخره. ومن بعد كنحصلوا على البرنامج ديالنا اللي كتشوفوا امامكم، غادي نفتحوه. من بعد هذه هي الواجهه الرسميه للبرنامج.
إذا في الجزء الأيسر عندي الفئات، مثلا شومبر كويزين، غادي نفتح مثلا شومبر، غادي نختار واحد الطاولة نحط معايا رسمتها يعني في الجزء ديال دو دي، يعني تصميم ثنائي الأبعاد، وكندير المعينة ديالها في تروا دي اللي هي في الجزء السفلي. إذا الآن مثلا غادي نختار كويزين، وغادي نختار واحد الشيء اللي بغيت على حسب اللي بغيت، كنرسمو في الجزء الثنائي الأبعاد، ومن بعد تندير المعينة ديالو كما كتشوفوا الآن في الجزء الثلاثي الأبعاد أو الرؤية الثلاثية الأبعاد. مثلا الآن باغي نختار مثلا نرسم واحد طاولة بالكرسي ديالها، فوق منها واحد الهاتف، زائد واحد الفاز صغير ديال يعني ديال الورود. إذا لاحظتوا معايا رسمت الطاولة، كندير المعينة في الثلاثي في الرؤية الثلاثية الأبعاد. من بعد مثلا غادي نختار الكرسي، غادي نرسمه في الجزء الثنائي ديال التصميمات. من بعد كندير رؤية ثلاثية الأبعاد، لاحظتوا أن الكرسي داخل في الطاولة، كنرجع ندير التعديل في الجزء الخاص بالتصميمات، يعني الجزء الثنائي الأبعاد. الآن غادي ندير المعاينة باش نشوف الكرسي واش جا في المكان ديالو، لاحظتوا أن الكرسي جا في المكان ديالو، يمكن نبعدو يمكن نقربو، ولكن في الجزء العلوي ديال التصاميم يعني ثنائية الأبعاد. الآن غادي نزيد مثلا حاسوب شخصي بيسي بورتابل، لاحظتوا أنه جا في جنب الطاولة. غادي نرجع للجزء ديال التصاميم، غادي نقرب واحد شوية للوسط، من بعد تندير المعاينة في الجزء الثلاثي الأبعاد كما كتشوفوا أمامكم. إذا مزيان نزيد، غادي نزيد مثلا كأس ورود، لاحظتوا أو درتو فوق الطاولة. الرؤية دائما في ثلاثية الأبعاد باش تشوفوا واش العمل ديالي هو هذاك. غادي نزيد مثلا شي بلاكار ولا شي فيترين، يعني باش نكمل الديكور ديال المكتب اللي كنت باغي نصاوب شي مكتب. إذا لاحظتوا هذا ديال الفيترين تاعي، يعني بإمكاني ندورها، يعني جات شي شوية بعيدة، يعني في جزء دائما كنخدم في الجزء العلوي إلا بغيت ندير التعديلات. نحن مزيان. إذا الآن في رؤية ثلاثية الأبعاد جات شي شوية مزيانة، على حسب كل واحد كيف بغى داك التصميم ديالو يكون، أو داك الشيء اللي كان باغي يصاوب، مثلا مكتب أو مثلا منزل إلى آخره. الآن زدت واحد الكرسي، ونقدر نزيد كرسي آخر. دائما تنرسم في الجزء العلوي، وكندير المعاينة في الجزء السفلي، والتغييرات دائما في الجزء العلوي اللي هو ثنائي أو تصميم ثنائي الأبعاد. إذا بإمكاني نزيد كرسي آخر. إذا لاحظوا معايا مزيان، ها الكرسي الثاني، تنديروا التعديل دائما في الجزء العلوي، ومن بعد المعاينة في الجزء السفلي. إذا مثلا إلا بغيت نرسم الجدران، تنضغط على هاد الأيقونة اللي كتشوفوها أمامكم، ومن بعد كنبقى نرسم عادي، وكنختار أنا مثلا الموقع أو الموضع فين غادي ندير هاد الجدار هذا، وتبقى تنرسم. إذا فاش نبغي نقطع داك الجدار، تنضغط على لاتوش ديال الكلافي إيشاب، ومن بعد تنكمل. إذا لاحظوا مزيان أنني كنرسم في الجهة يعني في الجزء العلوي، وكندير المعاينة في الجزء السفلي. في هذا الفيديو فقط يعني تندير لكم التقديم ديال البرنامج اللي بغيت تعرف عليه واللي بغيت يخدم به. هو برنامج سهل وبسيط، وما يحتاجش الواحد أنه يكون محترف يعني في الإعلاميات باش يخدم هذا البرنامج هذا، صالح يعني الكبير الصغير المحترف التلميذ لجميع الفئات، بحيث أنه يكون عنده واحد يعني مبادئ أولية في استعمال الحاسوب. إذا لاحظتوا هنا درت النافذة الأولى، غادي نزيد مثلا النافذة الثانية في جنب المكتب. إذا دائما كنختار في الجزء الأيسر، وكنرسم في الجزء العلوي، والمعاينة في الجزء السفلي. الآن مثلا إذا بغيت نبدل أو نغير لون الجدار، إذا كنختار الجدار في الجزء العلوي اللي بغيتو، من بعد لو بوطون دغوا دو لا سوغي، ومن بعد كنختار موديفي لي ميور. إذا هنا كنختار اللون ديال الجدار الخارجي، ومن بعد تنضغط على هاد الزر، ومن بعد تختار يعني اللون اللي بغيت أو الشكل اللي بغيت، ومن بعد أوكي. الآن لون الجدار الداخلي نضغط هنا، نختار بنفس الطريقة يعني الديكور اللي عجبني، ونضغط على من بعد على أوكي. إذا لاحظوا معايا مزيان، إذا هنا الرؤية ثلاثية الأبعاد كتبين لي يعني الأشكال والألوان اللي خصريتها للجدران ديالي. إذا الآن مثلا في الأخير لو بغيت ناخد صورة لهاد يعني التصميم اللي درتو ثلاثي الأبعاد، تنضغط على هاد الأيقونة، ومن بعد تنختار يعني الريزوليسيون يعني الأبعاد ديال الصورة، ونضغط من بعد على أونجيستخي، ونسجل يعني الصورة ديالي في المكان اللي بغيت. إذا الآن نشوف المعاينة ديال هاد الصورة،
هي هذه، لاحظتوا مزيان هذه هي الصوره اللي خديتها للعمل ديالي. اذا الان بغيت مثلا نقدم العمل ديالي على شكل فيديو، مثلا بغيت ننشره على الانترنت او بغيت نقدمه للزبون ديالي، او مثلا بغيت نسجله يبقى عندي. اذا كنضغط على هاد الايقونه اللي كتشوفوها امامكم، ومن بعد كتظهر ليا هاد الكاميرا اللي كتشوفوها بالازرق، وفي هاد النافذه اللي كتظهر لكم يعني في الجهه اليسرى كنضغطوا على يعني ديك الايقونه اللي بالاحمر، ومن بعد تنختاروا هنا الريزوليسيون يعني الفيديو ديال شحال بغيت يكون فيه في الطول والعرض ديالو، ومن بعد تبقى نحرك الكاميرا الى الاعلى الى الاسفل، وكندورها مثلا على هذاك الشيء اللي صوبته او التصميم اللي صوبته كامل، وفي الاخير كنضغط على كخيي وكنتظر واحد يعني حسب طول الفيديو اللي صورت، ومن بعد كنضغط على انريجستري ونسجل العمل ديالي على شكل فيديو. اذا الان بعد ما سجلت الفيديو ديالي غادي نمشي نبحث عليه، هو هذا، نفتحه وغادي نشوف العمل ديالي. اذا هذا هو التقديم ديال العمل على شكل فيديو، قبيلا كنا شفنا على شكل صوره، الان على شكل فيديو. يعني بامكاني ندير لو بارطاج في الانترنت، بامكاني مثلا اللي كنت انا تندير التصاميم نوريه للزبون ديالي ها كيفاش غادي يكون المكتب ديالك الى اخره، وصراحه بالنسبه للتلاميذ باش يبينوا الابداعات نتاعهم والابتكارات ديالهم في مجال الهندسه والتصميم. اذا هو هذا هو الفيديو كتشوفوه امامكم، هو هذا اللي كنا صورناه بهذيك الطريقه اللي وريتكم قبل قليل. اذا كيف قلت لكم هذا الفيديو هذا فقط لتقديم البرنامج وليس فيديو تكويني. اذا الى هنا ننتهي، شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.